كنا عارفين بلي أنه الحياة هي محطة مهمة اللي فيها العديد من القطارات، ولكل قطار والمسار ديالو. بعد مرات كان خطأ في اختيار القطار المناسب ديالنا، بعد مرات كيتوقف هذا القطار بدون سابق إنذار، وبعد مرات كينحرف على المسار ديالو، وبعد المرات كنحسوا بعدم الارتياح فيه وكننقزوا منه باش نقلبوا على فرصة ثانية لاختيار قطار أفضل. وأحيانا للأسف كنتأخروا في معرفة ما إذا كان هذا القطار هو الخيار الأمثل باش نوصلوا للأهداف ديالنا، باش نكملوا المسيرة ديال حياتنا. وحينها ما غادي يفيدنا سوى حل واحد وهو الرضا. هادشي كله باش نقول لكم هذا هو ملخص حكايتنا الليلة اللي ما يمكنش تخرج من هذه الحلقة بدون ما تستفد شي عبرة. ما تمشي فين وخليك معايا. سلام سلام ومرحبا بك على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. خلينا ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه حكايتنا الليله غادي تختاروا ليها كاسم مستعار هي نجات. بلا ما تنساو باش انكم تبداو تقترحوا عليا لتحت في التعليق الاسماء اللي كيعجبوكم باش نسميو بهم صاحبه الحكايات ديالنا. المهم كتقول نجات: حليت عيني وسط عائله كبيره ومشتركه، بمعنى جميع الافراد ديال العائله ديال بابا كانوا عايشين في دار واحده. جدي كان انسان اللي هو ميسور، وكل عمي كان عاطيه المحل ديالو الا بابا ما عطيهش، حيتاش ببساطه كان خالف الامر ديالو بانه تزوج بماما وهو ما كانش باغي. بابا كان تيخدم مع خوتو في دوك المحلات ديال جدي. عشت وسط واحد المحيط اللي نوعا ما عنصري، كتشوفي ولاد عمامك عندهم وميسر عليهم مولانا الا باك، وكتسني واحد من عمامك باش انه يعطيه باش تاكلي وتشربي وحتى تكساي. واخا صراحه كنا في دار وحده، ولكن ضروري كتكون حاجيات خاصه من غير ديال الجماعه. بقيت غدا تنكبر والطموحات ديالي كيكبروا معايا، كنتمنى نكون شي حاجه كبيره في المستقبل باش نعوض والديا على هذاك الميز العنصري اللي كنا عايشينه في وسط هذيك الدار، حيت الوحيد اللي ما كانش ميسور هو الوالد ديالي، وهذا كان ظلم في حقه. المهم غادي نوصل للباك وانا مجتهده وتنقول غادي ناخد هذا الباك، ما غادي ندير شي حاجه الا وعندها اهميه في هذا المجتمع. ولكن للاسف في ديك الفتره الوالد ديالي عيا ومرض وما قدرش يبقى يخدم، فبزز مني الوقت غادي يحتم عليا باش انني نخرج من الباك باش نخدم باش نقدر نوفر الدواء لبابا ونصرف على والديا. حيت واخا حنا كنا في دار وحده، ولكن كل واحد كان تيقول راسي يا راسي. المهم بقيت خدامه وخاطسه في ديك الخدمه ديالي. ماما حاضياني ديك المراقبه نتاع المراهقه اللي كانت ضروريه، وانا كنت من الدار للخدمه، حتى التليفون ديالي ما كانش عندي فيه الحريه. كانت ماما شديده في المراقبه، كتقول لي انت يا بنتي زوينه وعاطيه العين، واي واحد يقدر يطمع فيك ولا يضحك عليك، وانا ما نقدرش نقبل. هادشي اللي خلاها كيف تنقولوا انها تشد معايا الجام. على 19 سنه غادي نتلاقى بواحد الشاب اللي كانت عنده انذاك 29 سنه، واللي كان تيبان ليا معقول ومسؤول، وكان تيبان ليا فيه كل شيء مزيان. دخل من الباب طلبني من الزواج، ما قال لي لا اجي نخرجوا ولا اجي نلعبوا. قلت هذا هو الرجل اللي كنتمنى، قبلت اني نتزوج به. قلت ماشي ضروري انني نكون تنعرفو مده طويله أو لا نخرجوا من قبل الزواج. ففي ظرف أسبوع جا خطبني ومشات الأمور كما هي. وصراحة كنشوف هذا خطأ اللي كنت درته لأي وحدة كتسمعني. أنا كنقول لها أنك تعطي فترة الخطوبة ديالك ولو غير شهر، في أنك تخرجي معاه تعرفي عليه، تعرفي كيفاش تيفكر المستوى ديالو، تعرفي السلبيات ديالو والإيجابيات ديالو، واش تقدري تعيشي مع هذا الشيء. أنا حدو قال لي غادي نسكنوا مع والديا، قلت ليه إذا كانوا من أطيب خلق الله على راسي ما عندي حتى مشكل. المهم تزوجت به وجيت لدارهم، سافرنا ضحكنا نشطنا، ولحد دابا داكشي اللي شفت فيه النهار الاول هو اللي كاين. جينا لدارهم فين نعيشوا، والايام غاديه حتى كنلقاه في شكل. دازت 3 شهور كنكتشف فيه شخصيه واحده اخرى، ما فيهش الهضره بزاف، بمعنى العمي ديالنا اذا جبت معاه شي موضوع ما تيقتلني ما تيحييني وما كيشارك معايا حتى شي حاجه. فاش تنسولو علاش ما قلتيش ليا، تيقول ليا ما عندك لاش تعرفي، ما عندها فين تفيدك. المهم تنقول ماشي مشكل، بديت تنقنعه وتنقول ليه يكون عندنا شي بيبي، وهو بدا كيتهرب وتيقول ليا لا حنا راه باقيين صغار. وانا كنت كنموت على الدراري الصغار، خصوصا واحد ولد جارتي اللي كان ساكن حدانا، كنت قريبه منه بزاف، وتنقول يا ريت نولد شي وليد بحالو. بديت كنقنعه بلي هذا هو السن فاش يكون عندنا وليدات صغار وكبروا معانا. فعلا الحمد لله من بعد 6 شهور فاش نويت ربي غادي يرزقني ولله الحمد، جاني الوحم عليه وعلى حماتي، وما كنتش كنحملهم ونضو مشاكل باش ما عطى الله.
ماما كان عندها العقل ديك الوقت، هي باش كانت كتبرد وكتقول لهم واش هي كانت بحال هكا من قبل، راه غير الوهم، صبروا معها راه كلشي غيفوت. مره جالسه معها في دارهم، مره تنجي لدارنا، مره مخاسمين مره مصالحين، حتى كملت ديك الفتره ديال الوهم ودرت 6 شهور. رجعت مع حماتي مزيان، انا وموبا رجعت العلاقه ديالنا مزيانه بزاف بحال الاول ولا احسن، تنجلسوا مجموعين في البيت تنضحكوا، هو كيبقى في البيت غير سد عليه، حتى كنعيط لها جيت تعشى ولا جيت فطار ولا تغدى اذا كان داك النهار ما خدامش فيه. انا هادشي جاني غريب، فبديت كنشك على ماما وتنقول لها بلي انه راه كيبغي غير بوحدو وانا راه تيديرني بحال ما كاينه. تخيلوا معايا حتى الصواب ما فيهش، ماما كيعيط لها بسميتها حيت هي باقا صغيره وانا كان تيبقى فيا الحال، لدرجه انه اذا كنا في شي بلاصه بابا مسكين هو اللي كان تيجي كيسلم علينا. فاش كنبدا كنسولو علاش، تيقول لي انا هكا داير ولا كيعطيني شي اعذار ملي ما عندهم حتى شي معنى. صدمت فيه وما اكتشفت الحقيقه ديالو حتى لقيت راسي حامله منه وقربت نولد. تنقول ليه حشوم عليك فلان، انا باغا راجل اللي يدوي معايا يناقش معايا يهتم بيا. هو الاهتمام منعدم عنده، لبسي ولا تلقي شعرك ولا ريحي ولا ديري اللي كان، عمره ما تيجي كيقول لي راه كتبني زوينه ولا كيعطيني شي كلام زوين. فوق هادشي غادي نكتشف بلي انه فاش تنكونوا مع العائله ديالنا ما كيتقبلش باش انه يجلس حدايا ولا في نفس السداري، واذا جيت حداه يقدر يبدل البلاصه. تخيلوا هو كتجي عادي، فاش نقول ليه راني مرتك وعادي تيقول لي لا انا كنحشم وانا عندي عيب وهادشي ما كيداش قدام الناس. صراحه انا ما قدرتش نتقبله لاني كبرت في بابا كيبغي ماما وما كيخسرش ليها خاطرها، وإذا كاع قلقها تيبوس ليها قدامي راسها وكيبداو يضحكوا وينشطوا. واخا كانوا مشاكل واحد اخرين مع جدي وجده والميز العنصري والدرهم اذا ما خدمتيش عليه ما كاينش اللي يعطيه لك، ولكن كان الحب والاحترام ما بين والديا. كيف قلت لكم انا بقيت كنمشي عند ماما كنتشكى عليها اللي كتصبرني وتقول لي ابنتي راه ماشي كاع الرجال بحال بحال وما عندك ما ديري، دابا راكي حامله غير صبري. واحد النهار وانا عندي 7 شهور غادي تجي عندي حماتي وتقول لي نجات، قالت لي راه بغيت نجيب واحد بنت فلان من البلاد ما لقاتش فين تقرا مسكينه وانا وياك غير وليات في الدار، فاذا بغينا غير بيضه ولا خبيزه ما كاين اللي يجيبها لينا. قالت لي راني خفت نجيبها وينوضوا المشاكل ما بيناتنا. قلت لها لا صافي خالتي اللي بان لك، اذا كنتي كتعرفيها مزيان غير جيبيها، هي اصلا كانت من عائلته ولكن كانت شي شويه بعيده. منين دخلت مع الباب اقسم لكم يمينا إذا دخلت لي قلبي بدون سابق إنذار، بغيتها بحال بنتي تماما. المهم جات وهي كتقرا في السادس وما كان خاصها حتى شي خير معانا، فعلا بدات كتعاوننا في أنها كتسخر لينا دوك الأمور اللي كانوا خفاف، وقلنا الله جلي ريحنا. أنا ولدت ولدي وفرحت وما قدتني الفرحة، ولكن من هذه راجلي زادت تبدل عليا بزاف ولا غير تيغوت وحتى شي حاجه ما عجباه. انا هنا وقع لي نوعا ما صدمه حيتاش فعلا ما تقبلتوش في الاول فاش اكتشفت داك الوجه الاخر، ولكن زدت ما تقبلتوش اكثر فاش ولدت وما وقفش معايا. اما على البنت اللي جبنا كانت كتعاونني في ولدي وقلنا الله جلي ريحنا، وحتى حنا ما كناش صراحه مقصرين معاها نهائيا. يجي العيد كنكسيوها، كيجي الدخول المدرسي كنشريو ليها اللي بغات من ادوات من الحوايج من كل شيء. درتها بنتي ودرت ليها الساعات الاضافيه حيت قرايتها كانت ضعيفه بزاف بحكم انها جات من البلاد، فانا كانت عندي لاباز نتاع القرايه، كنت كنجلسها في الطبله وكنراجع معاها وكنوريها حتى ولات كتقرا مزيان ولا عندها نيفو زوين. والديها وقت ما جاو كيشوفوها كيشكروني ويقولوا لي الله يرحم لك الوالدين حيتاش كتعاونيها. جات عندنا من السادس حتى وصلت لديك السانكيام سيزيام، القرايه ولات كتصعب. داز الوقت ومشات ايام وجات ايام. واحد النهار كيف قلت لكم الوالد ديالي بحكم انه تيخدم غير عند عمامي في العيد الكبير با اللي كان تيشري ليه العيد، واحد النهار بقات شي يومين ولا 3 ايام داك العيد الكبير وقال ليها ولدي انا ما غاديش نقدر نشري لك هاد العام الضحيه، غير اعتمد على راسك. صراحه في هذه اللحظه لقيت حماتي بجنبي بحكم انها عندها تقاعد ديالها وهي انسانه كدير متحت منها على حساب الوقت وشنو كيخبي الزمان. فجيت تنبكي عليها وقلت لها راني ما خداماش وبا خصو باش يعيد وما بقى والو وعايش غير وسط خوتو وكلهم معيدين الا هو، وبديت نشكي ونبكي. قالت لي يا بنتي ربي غادي يدير اللي فيها الخير بلا ما تبقاي كتبكي وتفكري في هذا الشيء. والله العظيم غادي تهز تليفونها بحكم ان اخوها في البلاد، قالت لي وجدت لي خروف لمن لبات مرت ولدي. المهم الحمد لله حمرت لي وجهي وكبرت بيا، الله يجعل مولانا يرزقها في الجنه. لحد الان انا تنقول كلمه حق في حماتي بلي الله يعمرها دار. هو صراحه كانوا تيكونوا نقاشات ما بيني وبينها بحال اي بنت امها، ولكن المعدن ديالها زوين بزاف، ما كتحفر ليا ما كتاذيني ما كدوي فيا، واذا تناقشت مع راجلي كتجي عليا وكتصبرني، ديما كتقول لي ما حدي انا عايشه عمري نخليك تطلقي منه
ولدكم راه ولدي ما نقدرش نفرقه. فاش والديا شفتهم تخصوا من جديد قالت لا والو خاصني نخرج نخدم، وفاش ما كان راجلي غادي يشرط عليا شرط واحد انني نعاونو حيت مرة تيكون خدام مرة لا. قلت ماشي مشكل، المهم خرجت كندفع في ظرف اسبوع فعلا لقيت خدمه شريفه وفيها الاجر وفي بوست زوين ما كنتش كنحلم به الحمد لله. فاش كديري شي مجهود باش ترضي والديك ربي تيعطيك بالاضعاف واكثر ما تستحقين. كنت باغا خدمه غير على قد الحال ولا يعطيني غير 1000 درهم غادي نقول بسم الله، حيتاش انا نيتي كانت غير باش نعاون والديا. ربي غادي يلاقيني مع واحد السيده اللي غادي نخدم معاها مهليه ليا في والديا في جميع المناسبات وما مضيعانيش وما كتخليني نحتاج ولا ندق باب حتى شي حد. المهم خدمت، كان هزت والديا شويه وكان عاون راجلي شويه وكان نشيط لراسي شويه، ربي نزل ليا فيهم البركه. بقيت غدا هكا حتى لواحد النهار غادي نتناقش انا وراجلي وقال لي شنو كتعطيني، قلت لي راني تنعاونك في اي حاجه كطيح فيها، اذا خسرت لي الطوموبيل كنعطيه. نهار ديال كورونا انا اللي كنت هزاه. المهم وقت ما طاح كان ديما كيقبض طامي محلول وانا اذا طحت عمرني ما كنلقاه، ديما تيقول لي انت خدامه احسن مني وهدي وهدي، زعما ما كاينلاش انا اللي نعطيك. تخيلوا ولو يعطيني غير 100 درهم تيجي تيقول لي رجعيها ليا، ولا تيقول لي فين داك 100 درهم اللي عطيتك. انا شخصيا تنقول ما بين الرجل والمراه ما خاصش يكون الحساب. المهم كنكمدها في قلبي وتنقول الحمد لله مادام ربي رزقني ماشي مشكل. واحد النهار غادي نعيط عليه غادي نلقاه خارج، كنت كندوي مع مرت صاحبو اللي قالت لي راه مشاو لبلاصه الفلانيه. انا تنقول واه مالو ما قالش لي هادشي، منين جا قلت ليه علاش هي فراسها وانا ما فراسيش. ما نكذبش عليكم جوابو غادي بكيني لدرجه انني ما تصرطاتش ليا، قال لي هي احسن منك وما توصليهاش، وصلت به الدرجه بغى يضربني. صدمني ديك الوقيته، عرفتو ديك الوقيته الدنيا شنو وقع ليا فيها، دارت بيا بديت كنشك تنقول ويلي هو كيمشي بسيمانه بزوج كيديها مع راجلها وليداتهم عند عائلتها في مدينه واحده اخرى بحكم انه صاحب راجلي ما عندوش الطوموبيل ولكن عند راجلي. فبقى فيا الحال بزاف لحد الان كنجبدها ليه تيقول لي باقي ما نسيتيش. تنقول ليه واش كاينه شي مراه غادي يقارن راجلها بمراه واحده اخرى ويشكرها ليها وغادي تدوزها بجغيمه ديال الموت نسى؟ لا عمرني ما نسيتها، وقت ما شفت في عينيه كنتفكرها. بكيت وبقى فيا الحال وقلتها لحماتي وقالت لي ما تديش عليه ومسحيها فيا. ما بقيتش لا تنجز حداه ولا نعس حداه ولا حتى نجي حداه. بقى فيا الحال وداز الوقت وغادي نعاودو نتناقشوا على الفلوس، وقلت لي حشومه عليك وقت ما طحتي كنعطيك ب20 ب40 وهو ينطق قال لي حلفي بالقران حتى كتعطيني شي ريال. والغريب في الامر انه والديه كانوا شاهدين على داك الشيء اللي كنت كنعطيه حيت كانت تيقولها قدامهم. مو كتقول لي رجع لها ولدي راه عطاتك، تيحلف وكينكر كيضرب ليا كلشي في الزيرو. وهنا فين خديت قرار مادام انه ما كيعترف ليا بحتى شي حاجه من داكشي اللي تندير، قلت والله عمر فلس من عندي لا بقيتي شفتيه. فعلا ما بقاش كنعطيه نهائيا، واصلا عندنا غير ولد واحد يهزو ولا ما يهزوش سوقو هذاك. بارك عليا والديا وشي حاجه اذا قدرت نديرها مع حماتي ونجمع من تحت مني حتى اذا طحت شي محنه نكون مرا ونص. ما جيت فين ننسى هاد الاهانات وهاد الشيء كله ونتعايش مع هاد الوضع حتى نط لي البنت اللي جالسه معنا في الدار من بعد ما قرات ودارت عامين ديال السونتر وشدات ديبلوم ديالها وكبرات وخدمات عند واحد السيده من عائلتها واحد الثمن اللي كان اقل من قليل، ولات كتعيط لحماتي وتقول لها لا انا ما جايش اليوم، لا انا هادي، لا انا هادي. انا بقى فيا الحال لانه السيده تبدلات بين ليله وضحاها. واحد النهار جيت لقيت حماتي عيانه مسكينه ودات كل شيء وجفات الدار، وصراحه ما تقبلتش هذا الامر. سولتها فين هي فلانه، قالت لي راه خارجه مع عائل تما، مع العلم انه عائل تما منين جاتو هي في السادس باقا صغيره عمر ما تسوق لها شي حد ولا سول فيها ولا قال لها شنو خصك ولا واش تديري السوايع ولا حتى هكا يشري الفطار. ولا السيده كتدخل الدار بحال شي اوتيل غير باش تنعس وما كدويش معانا وما كتقلش معانا، ولا كتقول لنا الو انا غادا عند فلانه، الو راني جالسه مع فلانه. ما نكذبش عليكم انا ديك الساعه طلع لي الدم ونتغوت عليها، حشومة عليك هادشي اللي درتي وحد بنت لك ديك العائلة ديالك، فين كانوا فاش كبرتي هنا؟ وديك بنت خالتك وديك بنت خالتك عمرها ما سولات فيك، عاد بنتي ليها دابا؟ وديك خيتي والله العظيم إلا كانت غير كتستغلها. فبديت أنا كنخاصم عليها من قلبي حيت كنشوف فيها بنتي. ناضت هي لعند ديك السيدة اللي من عائلتها وقالت لها راه نجاة اشنو قالت فيك وشنو قالت فيك، نوضت الفتنه ما بيناتنا. ما بقاش عندي الوجه فاش نشوف فيهم. لا غد ليه جات رجعات قالت لي سمحي لي يا عمتي راه عندك الحق، وهي غير كانت كتبوه عليا
وكتوجد لي الضربة فاش تقضي عليا. صافي نسينا داك النقاش وبدينا كنجمعوا الدار داك النهار وكنضحكوا وكنشطوا. لغد ليه انا كنت كنلبس حوايجي الصباح باش انا نمشي نخرج نخدم. هي ديك الوقيته جاتها المكالمه من عند ديك البنت من عائلتها غادي تدوز من حدايا ما تهضرش معايا كانه انا ما كايناش. هي غادي تمشي عند ديك بنت خالتها غادي تقول لها كاع داكشي اللي كنت كنقول فوقت الغضب بالتفاصيل واللي كان هو الصراحه، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش تقبلها. غدرتني وخرجت فيا كلام اللي كاين واللي ما كاين. حتى واحد النهار غادي نعيط لواحد بنت خالتها اللي احتاجتها في واحد الامر ديال الخدمه. كنعيط المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه ما كتجاوبنيش. جيت من خدمتي سولتها قلت لها فلانه، قلت لها راني عييت ما نعيط على بنت خالتك ما كتجاوبنيش ما عرفتيش علاش. قالت لي علاش شنو بغيتيها؟ قلت لها بغيتها. قالت لي لا راه ما غاديش تجاوبك، وقالتها بواحد الطريقه ديال البروده ما غاديش تجاوبك حيتاش ديك النهار فاش غوتي عليا. قلت لها شنو قلتي؟ بوجهها احمر قالتها ليا. فهاد اللحظه انا كنشوف فيها وعيني داروا شلالات ديال الدموع. قلت لها يا كذا هو خيري، قريتك ووصلتك ودرت عليك اللي ما درتو على ولدي، ودابا خدمتي وكتجازيني. ما دواتش ما تكلماتش، وحتى الاعتذار ما اعتذراتوش. بقى فيا الحال وقطعت معاها. انا في عائله راجلي عارفيني بلي انني عمرني ما هضرت فيهم، وبلي انني عمرني ما اديتهم بشي هضره. كلشي كان كيحترمني وكيضحك في وجهي وكيقول لي غير مرت فلان. يعني ديك السمعه اللي انا بنيتها هذه 10 سنين جات هاد خيتي في ليله ضربت عليا في الزيرو. حماتي قالت لي غير سمحي ليها راه غير برهيشه وراه ما عارفاش، ولكن ما قدرتش نسمح. كتنتقم مني بالحيله وكتضحك. المشكل هو انه كتنتقم غير من الخير اللي صرفت فيها. واخا كنت كنديروا لوجه الله، ولكن كنحلف لكم بلي انني عمرني ما اديتها، وكنت ديما حاطاها في عيني وكنخاف عليها من البراني وحتى من عائلتها. خطات معايا ما مره ما زوج، وكتخرج فيا عينيها وما بقاتش كتحترمني وكتجي كتطلب مني السماحه، ولكن للاسف خرجت من قلبي. انا لدابا باقا عايشه معاها في دار وحده، وما قادراش نقول لحماتي جري عليها حيت كلشي غادي يبدا يهضر ويلومني انا. غيبقاو يقولوا راه حيت ما بقاش كتشقى معاكم، ولا ما كتسخرش لكم، او لا حيت كبرات، او لا حيت هذه، او لا حيت هذه. داكشي باش جريتو عليها وحنا ما بغيناش ديك الهضره. انا لحد الان كتجيني منها ضربه في شكل وغدر في شكل، لدرجه انه وليت كناخذ الدواء ديال الاعصاب غير باش ننعس. كانت كتشوط ما بيني وبين حماتي وتقول لي راه قالت فيك دارت ليك، وانا والله لا عمرني ما شكيت بها عندها، عمرني ما غدرتها. وكنت كنقول ما نكونش سبب انني قطع عليها رزقها، لكن في الاخير هي اللي غدرتني وخسرت لي سمعتي ما بين عائله راجلي، وقالت لي هذا هو الجزاء ديالك. درت خير وندمت عليه. لاي واحد يسمعني، الهدف من هذه القصه ديالي بغيت نوصي اي واحد بغى يدير الخير يديرو يا في والديه يا في شي يتيم يا في شي براني. والنصيحه الثانيه، كل بنت مقبله على الزواج ما تزوجيش اختي حتى تعرفي معامل واش غيقدرك واش غادي يعز ليك والديك. كنتمنى تاخذوا العبره من قصتي. انا الحمد لله اليوم عايشه بخير وبصالير مزيان، وعندي ولد لاي وحده تمناه نجح قرايته وكبر وسط كاع هاد الاحداث اللي شاركتكم. انا عايشه على ودو وعلى قبل والديه اللي هما عينيا وبرضاتهم، ربي ناصرني في اي باب دخلت ليه. انا لحد الان عايشه مع راجلي، واخا ما بقيتش كنبغيه، ولكن في وجه حماتي وخيرها اللي كانت معيشاني فيه. حاولنا نجبدوا الموضوع نتاع نهار قاسني في الانوثه ديالي ما مره ما جوج، فانه علاش يقارنني مع مرت صاحبه. اعتذر ما مره ما زوج، ولكن عمرني ما قدرت نسمح ليه من قلبي. وهذه هي كانت قصتي. يا متابعين يا كرام، في حكايه الليله ديال نجاة كانوا زوج ديال المواضيع. الموضوع الاول هو الزواج ديالها اللي خاب ظنها فيه، ورغم نيتها الحسنه انها قبلت تزوج بدون ما تعرفه، لكن للاسف النتيجه كانت غير مرضيه، وهذا تبقى قسمه ونصيب. مادام انها عايشه كريمه وعندها فليساتها ومستوره، فانا عن دوري كنقول لك استمري. ما عرفتيش مولانا شنو يجيب من هنا الغدا. اما الموضوع الثاني هو البنت اللي دخلت لدارها، وفعلا للاسف كاين هذا النوع من البشر اللي كينسى داكشي اللي كتصرفي فيه من خير وتجازيك بالشر، ولكن الحمد لله انه كاين رب فوق كلشي وهو اللي بيديه كلشي. نجاة ربي غادي يجازيك على الخير اللي درتي. نجاة انا فاهمه بلي انه انت ما كتمنيش بداكشي اللي كتقولي، ولكن هما تفاصيل اللي كيخصنا نقولهم في الحكايه باش نعرفوا شنو درتي على قبل هاد البنيته، اللي في الاخير هي غادي تصدمك وغادي تغدرك وغادي تصرف فيك الشر. ولكن كوني هانيه، الحمد لله انه كيف قلت لك مولانا هو اللي بيديه كلشي، والخير كله اللي صرفتي في هذه البنت ربي غادي يصرفه فيك وفي وليداتك. ما يبقاش فيك الحال، فعلا هو قطعي مع هذه البنت باش تعرف الغلط اللي دارت وتستوعبه. وما تنسيش بلي انه اي حاجه ديال الخير دوزتيها معها راه ربي ما غاديش يخليها تدوز، غادي يرجعها لك بالاحسان والاحسان. ودليل على هذا هو الخير والنعيم اللي عايشه فيه الحمد لله اليوم. ديها في راسك، تهلاي في والديك، تهلاي في ولدك، وهنيئا لك بحماتك، لانه تفرحني انني نسمع بلي انه كاينين حمات بحال هكا.
نادرة في تسمع بلي شي وحده كتقول لي حماتي راه مزيانه. نقدر نقول لك انت هي الرابعه ولا الخامسه يمكن في 60 حلقه كتقولي لي هذه الجمله. ويا متابعين يا كرام، مكرهتش انكم ككل حلقه كيف العاده تخليو كلام جميل لنجات، حيت سولتني واش هي في الطريق الصواب في هادشي اللي كدير او لا، واش تخلي البنت عندها او لا تصيفطها في حالها. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.